اكو بعض الناس يحلوله شوية ان يدير وجهه عن الدليل. شلون يدير وجهه عن الدليل؟ يعني اما مو شغلته او لا يريد يغلط يستر جبنه. شلون يجي يقول القرآن يقول ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، ولا هاي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، التشوف شنو هي المعنى المقصود من عدها؟ لانه هذه انت اذا تفرض ان كل جهاد هو القاء للنفس بالتهلكة معناه نعطل الجهاد، فرضة الجهاد نعطلها. واحنا نعرف فريضة الجهاد لولاها لما وصلت دعوة من دعوات السماء الى قلوب الناس. يعني ارجوك لو ما الجهاد المسلمين يقدرون يحصلون ربع الكرة الارضية خلال 20 سنة؟ ها؟ طبعا لا، انما وصلوا اليها بالجهاد، وصلوا اليها بالسيف، ولذلك الجنة تحت ظلال الأجنة. الجهاد والدفاع.